يا عبد الله اعلم أن الله جل وعلا شاء الدنيا أن تكون دار ممر، شاء الدنيا أن تكون للأحزان، شاء الدنيا أن تكون علقما. والله لو تأخذ ورقة وقلم وتعدد الأيام اللي سعدت فيها وانشرح صدرك فيها، من 40 سنة ما تطلع 40 يوم، من 40 عام ما تستطيع تطلع 40 يوم. لماذا يا شيخ؟ لماذا دائما يا شيخ نضحك يوم ونحزن 10 حتى لا تنسى الآخرة؟ فيا عبد الله اصنع من هذا القلب المتقلب، اصنعه مخبتا. يا ربي لا لبيك لا عيش إلا عيشك، أجمل نظرة ليست في الدنيا أجمل نظرة، أجمل نظرة في الكون أن تنظر إلى الله يوم أن يدخلك الجنات. إذا فقدت شيئا من الدنيا قل الملتقى الجنة، إذا أعجمك من قصور الدنيا شيء لا عيش إلا عيش الآخرة. إذا أتتك الآلام ذكر نفسك ليس في الجنة مرض، وليس في الجنة علة، وليس في الجنة بول ولا غائط ولا عرق ولا مخاط ولا هرم، بل ليس في الجنة موت، الموت يذبح بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة خلود ولا موت، ويقال لأهل النار خلود ولا موت. فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. واحذر أن تكون من عباد الدنيا، الأعوام تمضي بعد الأعوام ونحمل الموتى على الأعناق ونحفر لهم القبور، وإذا فتح صدر أحدنا كل الذي في قلبه دنيا. الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب، ويدخل فقراء أهل الإيمان الجنة قبل الأغنياء 500 سنة. هذه الدار التي ما رضي الله أن تكون جزاء لمحمد عليه الصلاة والسلام، والله ما رضي الله أن تكون لمحمد عليه الصلاة والسلام. فلا تركن لها ولا تكن تغبط الناس الذين يملكونها، اعمل وابني وتزوج، ولكن إياك أن تكون في قلبك، اجعلها في يديك. وتأمل قول الحبيب: تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم. أسأل الله جل وعلا أن يختم بالسعادة آجالنا، وأن لا يقبض أرواحنا إلا وقد رضي عنا، وأن يغفر لموتانا، وأن يشفي مرضانا، وأن يعافي مبتلانا، وأن يجعل أخرانا خيرا من دنيانا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله.